صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، واهلا بيكم معانا يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. طبعا كل يوم بتحصل احداث جديده، واحنا على طول في نهارك سعيد بنتابع كل الاحداث دي وبنسردها لكم من خلال مقابلات، وكمان بيكون معانا ضيوف بنتكلم فيهم عن الاحداث اللي بتحصل في مصر كل يوم، خصوصا اليومين دول الانتخابات. صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير. صباح الخير صباح يا ايمان، الخير يا والحمد فادي. لله على السلامه. ايمان زميلتنا كان بقى لها فتره واخده اجازه حمل، والف مبروك جابت ياسين. الله يبارك فيك. ميرسي نورتينا يا يا ايمان. فادي، ميرسي، لا انت نورتينا بقى، انت وحشتينا، قديمي بقى، انا انتوا هتكلم بعديكي وحشتوني خلاص. قوي، وطبعا كل الساده المشاهدين وحشوني. ودلوقتي في ظل الايام دي احنا عارفين انتهت المرحله الاولى من انتخابات 2011، ويعني المؤشرات كلها بتقول فوز التيار الإسلامي، حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وطبعا يعني هي ليهم الثالث بعد كده هيكون حزب الكتلة الكتلة المصرية المصرية. مظبوط وبعدين الوفد في مظبوط الآخر خالص. مظبوط. معانا فقرات ايه النهاردة بقى؟ طب اصبح انا بقى. يا رب يا صباح رب. الخير مشاهدينا، حلقة 2/12/2011 واخر شهر في السنة، وزي ما بنقول احسن حاجة في الانتخابات انه الشعب المصري عمل مفاجأة ونزل وراح ينتخب، وكانت دي مفاجأة للدنيا كلها ايا ما كانت النتيجة، سواء لغايه دلوقتي تفوق حزب الحريه والعداله وحزب النور السلفي، وبعد كده الكتله المصريه. لسه الانتخابات لسه ليها جوله ثانيه وثالثه، صوت كل واحد مهم، كلنا ننزل ايا ما كان اللي هيطلع في الاخر مين، هو في الاخر مفروض جاي يخدمنا، ولو ما عملناش خدمات وما عملش الحاجات اللي احنا عايزينها هيمشي، لانه من النهارده او مش من النهارده، من 25 يناير اللي فات خلاص قررنا كلنا ان احنا نمسك مقاليد بلدنا وما نسمحش لحد ان هو يبوظ فيها. هيكون معانا النهارده فقره مهمه جدا عن مشاركه المراه، لانه المراه نزلت بكثافه عاليه جدا في كل محافظات مصر، في المحافظات التسعه اللي كان فيهم الانتخابات. هيكون معانا الكاتبه الصحفيه استاذه بال بركه، هنتكلم معاها بالتفصيل عن المشهد اللي كان يفرح لينا كلنا. ما شاء الله، سرعة في الأداء رهيبة يعني. ما شاء الله. وكمان هيكون معانا مشاهدينا سوسن أبو المحاسن، هي مدير التحرير مجلة أكتوبر، هنتكلم معاها طبعا عن الانتخابات وهنتابعها مع الأستاذة سوسن. هيكون معانا إيه كمان يا مين؟ وهيكون معانا كمان أستاذ خالد أبو بكر، رئيس تحرير قسم الأخبار بجريدة الشروق، وهنتكلم معاه عن نتائج تحليل عن تحليل نتائج الأولية للانتخابات والمشاركة الرهيبة للشعب المصري بجد لأول مرة يشاركها، ورأي العالم في الخارج كله عن مشاركة المصريين في الانتخابات. مظبوط. وهيكون معانا فقرة أخيرة وهي مهمة جدا، هتكون عن الوضع الاقتصادي والنطة اللي نطتها البورصة حوالي 16 مليار، معرفش دلوقتي بقت كام. هنتكلم النهارده مع دكتور فخري الفقي، خبير اقتصادي بالأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، هنتكلم معاه عن الأوضاع والفترة اللي جاية هيبقى شكلها عامل إزاي. كل ده انتظرونا، هيكون بعد الفاصل.